صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض مفسري الأحلام يقول في تأويل الرؤى سيحصل في عام كذا كذا وكذا، وقد يحددونه باليوم أو السنة، فهل هذا من ادعاء الغيب الذي يكفر به من ادعاه؟ بلا شك تأويل الرؤيا مظنون، ما هو قطعي. تأويل الرؤيا ظني وليس قطعيا، فاللي يقول أنه سيحصل يوم كذا وفي مكان كذا هذا معناه أنه يقطع بحصول التأويل، هذا باطل. التأويل ظني وتوقع فقط وتفرس فقط، ما هو قطعي، قد يحصل وقد لا يحصل. ولهذا قال يوسف، قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، ظن، لأنه لما فسر له الرؤيا دل على أن تفسير الرؤيا ظنية، ما هي يقينية. نعم.